ده أنا اللي بشكرك على أولاً كلامك الجميل وأحاسيسك الجميلة. إحنا فعلاً إخوات حسين بدون شك. إخوات بدون شك. صحيح. وإحنا أنت ما تعرفش أهل الإمارات وأديهم حبايبنا يعني. الله يكرمك. وما تعرفش الشيخ محمد ده أخويا وحبيبي يعني. الله يطول في أعمارك. أمال إيه. الله يطول في أعمارك. فأنت وجودك معانا رسالة يعني. الله يكرمك. طبعا متشكر جدا وكلام جميل وربنا دايما نبقى مع بعض في كل خير وفي كل سلام. آمين يا رب. متشكر جدا. شكرا. شكرا. شكرا.